مرحبا يا جماعه، زي ما انتم شايفين وضعي بالمره مش مرتب. صحيت اليوم على الساعه 11:30 شيء هيك. انا بالعاده ما بحب اتاخر لهالوقت هذا، بس لانه اليوم يعني يوم راحه مش هلعب فيه رياضه، ولاني كثير هيك تعبان من الرياضه حكيت يلا بعطي حالي كم ساعه زياده. بالعاده بحب انام لحد الساعه 9:30 شيء هيك عشان ما يروحش علي اليوم. سبب هذا الفيديو اني حابب بس اوريكم هيك شويه شغلات اللي انا بسويها خلال يومي اللي بتخليني احس انه يومي كان فيه شيء ايجابي صار او كان له معنى. فاول شيء حسويه ديفينتلي لازم اغير وعيي، اضبط اموري شوي، اتكتك حالي، لازم احلق اللحيه مش هلا كمان شوي، لانه عندي بزنس كول اول وحده بخصوص المحتوى اللي انا بقدمه في شركه يعني بدها تتواصل معي. فخلينا نشوف شو بصير. خليكم في الصوره وحاخذكم هيك مشرات اليوم بشكل بسيط وبشكل سريع، ما بدي احاول اطول الفيديو، وامل انكم تستمتعوا. يلا نروح. هنا ظبطنا الامور شوي زي ما انتم شايفين، اشي بسيط يعني بلوزه وجينز، يعني مش هالشيء الواو، بس عشان اطلع من مود التعب ومود النوم وهيك واسوي اشي مفيد بيومي. فبدي اكل لقمه سريعه، خليني اقول لكم شو بدي اكل وبعدين حتبلش المكالمه. هذول كم وحده رايس كيك مع لبن وزعتر مع كاسه مي ضخمه، وبدنا نجرب هذا اليوم. حاب اعمل لكم ابديت سريع. فزي ما انتم شايفين الحمد لله حلقت اللحيه، كثير شعور حلو هيك اني نظفت وظبطت اموري. كان عندي هذا التليفون تاع البزنس كان ماشي حاله، بنشوف كان عندهم كم شرط هيك ما عجبني، بس اتس اوكي. هلا بدي اقعد اصور كم فيديو على التيك توك. اذا ما بتتابعوني على التيك توك لازم تتابعوني على التيك توك، بس لسه كنت بفكر اذا انتم بتحضروا الفيديو هذا على الارجح انتم جايين من تيك توك، فبرافو عليكم. وبعد هيك انا بالعاده بالليل بلعب رياضه، بس اليوم وبكره ايام راحه بالنسبه لي. بتدرب 5 ايام بالاسبوع وبرتاح يومين، فاليوم وبكره هم اليومين الراحه. على الارجح اعمل شيء اسمه فوم رولينج، حوريكم اياه اذا عملته. من اخر ابديت عملت لكم اياه، عملت شويه شغل، كان مفروض العب رياضه بس الصراحه لانه اليوم يوم راحه وقررت ان اليوم ارتاح، تعشيت مع العيله، قعدت معهم على التلفزيون شوي، هي الساعه تقريبا 1 الصبح، بدي اجهز للنوم وارتاح منيح. بنهايه هذا الفيديو انا بس بدي احكي لكم انه زي ما انتم شايفين يعني يومي ما كان مليء بالشغلات اللي فنانه واو ولازم اصورها، كان يوم عادي بس لسه انجز فيه كثير شغلات. بس عشان يومكم مش مليء بالشغلات اللي هي حماسيه مش معناته انه انتم يومكم ما انجزتوا فيه او ما سويتوا فيه شيء مفيد. فبامل انه هذا الفيديو شجع بعض الناس انه يحققوا اهداف ولو كانت اهداف بسيطه واهداف صغيره، لانه هذا بالنهايه احسن انهم يضلهم قاعدين وما بيسووا شيء. وهلا الحمد لله عشان صار في وقت حاب انزل فيديوهات على اليوتيوب اكثر، فاعطوني افكار حابين تشوفوها، وانا طبعا عندي شويه افكار بس حاب اسمع منكم واشوف انتم شو حابين تشوفوا. ان شاء الله بصورها اسرع ما يمكن وانزلها باسرع ما يمكن. لوقتها رجاء كل واحد يضل في بيته، دير باله على حالكم، ونشوفكم على قريب ان شاء الله.